استراحة ودخلت عزة تاني، قلت انت رايحة فين هتهربي مني؟ تعالي اعملي لسان العصفور اعملي، ادخلي الحمام زي اخرجه ولا ايه؟ وقفتها تعملي لسان العصفور. وطبعا حبيبتي عزة، وطبعا بعد كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي محتاجين بقى ناكل الاكل الجميل ده وما نتخنش، عايزين ناكل كل اللي نفسنا فيه وفي نفس الوقت نخس. طب احنا هنعمل الحاجات دي ازاي؟ جايبه لكم معايا خبيره التغذيه الدكتوره شهيره ابو سيف، خبيره التغذيه اللي هتعرفنا ازاي ناكل الاكل الجميل اللي احنا بنعمله وما نتخنش. وكمان يا ولاد عايزه اقول لكم ان انا لبستيها فلاحي. يا مرحب يا مرحب. والله عسل. يا مرحب. لو اعرف كنت لبست كده وبقينا احنا الثلاثه كده. كل ما اجيب ضيفه البسها فلاح. دكتوره شهيره ايه رايكم في الفلاح والدكتوره ايه رايك؟ حلوه. انا نفسي بقى شفتك قمر حبيبتي، ده انت القمر. عامله ايه؟ ده ستايل شيف ايمان يا جماعه، هو تحفه. يا مرحبا يا الله. والنبي فلج قمر حبيبتي، النبي ادعي لي من عندك. انت اللي قمر والله. تمشي معايا تمشي معايا. عرفينا بقى ازاي ناكل الاكل الجميل اللي الشيف عز عماله تعمله وفي نفس الوقت ما نتخنش. ده انا شايفه سمنه. ايوه. وشايفه تقليه لل وفراخ محشيه رز. الله. وده غير الرز مع الملوخيه. دي حاجه ودي حاجه. ده احنا نشويات بس. لا حلو حلو حلو. نشويات للركب النهارده. لا اكله حلوه وسهله وسريعه، والبيوت المصريه كلها بتعمل الاكلات دي. حلوه قوي. طب انا عايزه اكل الاكله دي واستمتع بيها ومحدش يقول لي بقى روحي اعملي رجيم وما تاكليش الفراخ المحشيه والكلام ده. لا احنا النهارده انا جايه ودايما بقول للناس ان انا دايما بجيب عروض للناس باقوى العروض وباقوى الكورسات اللي تساعدني على ان انا اكل كل الاكل ده مهما كان مليان نشويات مليان دهون، بس انا هاخده وفي نفس الوقت هخس. حلو الكلام. حلو. عشان كده بقى النهارده الناس بقى اللي بتعاني من سمنه مفرطه او من شهيه مفرطه او من حرق ضعيف او بقى عندي ايه، لا انا والله جسمي كويس بس انا عندي شويه مشاكل في حتت معينه في جسمي وعايزه اخلص منها. النهارده الكورس اللي انا جايه بيه جايه بقول ان معايا كورس كامل متكامل متكون من كبسولات ونقط واعشاب، ده عليه 50% خصم النهارده جاي يا ايمان عشان النيو لوك اللي انت بتسويه. ايوه عشان بقى ايوه الطقم الفلاح الجميل. عايزين خصومات. أيوة. عايزين هدايا، عايزين عروض، عايزين حاجات كتير. ما انا مش هلبسك جلابيه ببلاش. بالظبط كده. لازم البسك جلابيه واخد قصادها حاجات كده للمتابعين بتوعي. فاجئينا بقى استاذه شهيره. يبقى الكورس الاولاني الاساسي هو عليه 50%، يعني هندفع نص ثمنه بس النهارده. هيجي معاه كورس تاني كبسولات ونقط واعشاب تاني هيجي مجانا خالص. الكورس الاولاني هدفع نص ثمنه، الكورس التاني هيجي لي مجانا. مش بس كده بقى، الناس بقى اللي بتعاني من سمنه موضعيه، اماكن كتيره بتضايقني، عندي دراعات عندي بطن، اقدر النهارده اجيب لك 2 علبه كريم النحات اللي هيساعد على انه ينحت المنطقه دي، ينحت اي منطقه مضايقاكي. هندهن الكريم، نحط شويه العارفه انت البلاستيك حتى لو انا تخينه من زمان ما كان الاسترتش اللي هو بتاع الاسترتش بتاع انا بعمل نداء لصاحب اللي اخترعه ان هو يسهل لنا فتحه وقفله عشان نقدر نستخدمه. ايوه علشان بيتقطع مننا وبيلزق. او اي كيس بلاستيك كبير ممكن انا ادهن المنطقه دي على بطني على دراعي واغلف نفسي تغليفه هديه بقى. طب انا ليه بعمل كده بقى؟ بسخن المنطقه. برافو عليكي برافو عليكي. فبالتالي المنطقه دي تسخن فتسحب الكريم فيبدا يجيب معايا مفعوله طول ما انا بدهنه. حلو الكلام ده. ومش بس كده، انا فوق ده كله معايا كمان حقنتين حرق اقدر اخدهم عضل او اقدر اشربهم مع كوبايه ميه او كوبايه عصير. معانا واحده بتهسهس من الحقن. ايوه هتعمل ام وهسهس من الحقن دي. اشربها. أيوة. انا اشربها. ايوه نقدر انا ما بحبش الحقن وبخاف منها جدا، فبحطها على كوبايه العصير وهشربها. طب دي بقى بتعمل ايه؟ دي بترفع عندي معدلات الحرق اللي في الجسم جدا. الناس اللي بيبقى عندها خلل في الحرق، ناس كتير جدا تقول لك يا اصل انا عندي مشكله في الغده او شايله الرحم او عندي تكيسات او عندي بتاكل وانا بتخلها. بالظبط. ايوه ايوه. او الناس اللي هي بتتخن من الهوا دي. كل دول حلهم معايا النهارده، حلهم معايا ان الكورس الاساسي فيه معدلات حرق وفيه مواد فعاله قويه جدا تقدر ترفع عندي معدل الحرق. مش بس كده، انا مضاعفه ده كمان بحقن الحرق. فانا النهارده معايا علبتين كريم، معايا
أمبولتين حرق، وفوق ده كله غير الكورس اللي دفع عليه نص الثمن في كورس تاني جاي لي، يعني عرض 2 في 2 كده. طيب احنا هنطلب الكورس الجميل ده ازاي بقى؟ النهارده هنطلب الكورس طبعا عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده قدامنا على الشاشه. الناس اللي بتتصل حالا دلوقتي ولاقي التليفون مشغول ممكن تصور الشاشه وترجع تبعت لنا او ترجع تكلمنا. أيوه. على مدار اليوم، لان طبعا احنا في الحلقه اللايف بيبقى علينا ضغط تليفونات، فممكن بالزبط. تلاقوا التليفونات مشغوله، خدوا الشاشه سكرين تقدروا تتابعوا اسم الصفحه، ما تتلخبطوش وتروحوا صفحه غلط، تقدروا تتواصلوا على ارقام التليفونات وترجعوا لها في اي وقت بالسكرين اللي هتاخدوه. هناخد النهارده عرض الاثنين في اثنين، كورس عليه 50% خصم، وعليه كمان كورس تاني هديه، وهيجي علبتين كريم نحات وعليهم كمان امبولتين حرق، نقدر نبقى نخس برشاقة وناكل زي ما احنا عايزين. وتبقى مزة مزة كده، تاكل اللي نفسك. أيوة. فيه وما يبانش عليك، بنت سوسة يعني من الاخر. سوسة بالاخر. ايوه كده بنت سوسة، واحنا عايزين نخلي الناس كلها سوسة كده. تاكل اللي نفسها فيه وما تتخنش. بصي يا امام، مفيش حد ما بيحبش الاكل. كل الناس بتحب الاكل. الاكل ده متعة. بالظبط، انا دايما بقولها يعني متعة من متعة من متع الحياة. ده حقيقي، وربنا خلق لنا الاكل عشان احنا نستمتع بده، فبالتالي صعب قوي ان انا لما اكل اذي نفسي بالاكل والقى نفسي تخينة. نفسيا وحشه وبتعرض لتنمر كتير. أيوة، ده انت تخينه، ده انت تخين. أيوة. لا، انا النهارده جايه احل المشكله دي تماما، هناكل وفي نفس الوقت نقدر نخس بامان. ليه بقى بامان؟ لان انا مش جايبه كبسولات فيها مواد فعاله كيميائيه تقدر تشتغل على المخ، لا. أيوة. خالص، انا جايبه كبسولات كلها بذور والياف طبيعيه. ما شاء الله. هو انا النهارده لو الصبح كده صحيت الصبح وخدت معلقتين شوفان مع شويه لبن وكلتهم، بيحصل معايا ايه على مدار اليوم؟ بشبع. وبفضل مده طويله شبعانه. طب صح. الناس اللي ما بتحبش الشوفان وما بتحبش النوع ده من الاكل وملهاش في الهيلثي فود والحاجات دي، الاكل اللي متعوده عليه وفطريني فول وبيض والحاجات دي، لا انا هنا بقى وفطير وحاجات من دي وحمر واشمر بالظبط. اخد الكبسوله بعد الفطار ايا كان ايه هو نوع الفطار اللي فطرته. هاخد الكبسوله بعدها بنص ساعه مع كوبايتين ميه. هيحصل ايه؟ الميه هتبدا تفتت الكبسوله في المعده، فهيحصل ان الكبسوله تتحول لمجموعة جل. الجل ده ينفش في المعدة، ياخد مساحة من المعدة. برافو عليك، هياخد مساحة كبيرة من المعدة، فبالتالي هيحسسني بالشبع. اجي عند مرحلة الغداء او مرحلة العشاء، او الناس اللي بتحب تلقط مش هتقدر تاكل. هو تقريبا يا استاذة شهيرة احنا معانا حد من اللي بيلقط وبيلخبط. أيوة. وعايز يكلمك. ايوه يلا فنقول الو. الو. ايوه. ازيك؟ مين معانا؟ معاكي روان. ازيك يا روان؟ الحمد لله. انت عايزه تكلمي الدكتوره؟ اتفضلي يا روان، اتفضلي. هو انا كنت عايزه اجيب كورس لصاحبتي وزنها معدي 100 كيلو. تمام. وكنت عايزه اجيبها لها عشان هي كانت عايزه تخس ومش عارفه تعمل ايه. هي عندها كام سنه الاول يا روان؟ هي عندها 25. 25 بتعاني من اي امراض؟ لا ما عندهاش اي حاجه، يعني هي بس عندها سمنه مفرطه وبس. طب هي بتحب. أيوة. الاكل؟ هي من الناس اللي بتحب الاكل كده وتحب تاكل حاجات كتيره؟ قوي يعني، وكانت بتفكر اصلا تعمل تكميم. لا احنا ما عندناش الكلام ده بقى، احنا النهارده الكورس بتاعنا هو بديل لعمليات هو التكميم طبيعي. وعمليات النحت هو تكميم طبيعي للجسم. النهارده تبدا تاخد معايا، اطلبي لها حالا دلوقتي يا روان الكورس اللي جاي النهارده، هيجي لها كورسين. لو انت محتاجه بقى تاخدي مع الكورس ده تقدري تقسموا بينك وبين بعض الكورس دوت، انت تاخدي كورس وهي هتاخد كورس، انت هتاخدي علبه كريم وهي علبه كريم، انت تاخدي حقنه حرق وهي تاخد حقنه حرق. عشان تتشجعي اكتر يا روان بقى هنوريكي الصور على الشاشة قبل وبعد لناس خدت الكورس وخست عليه. شوفي كده يا روان. اوكي ادي اهو اول صورة معانا يا روان. خلي بالك يا روان النهارده الكورس بسعر اقتصادي جدا، يعني النهارده انت هتدفعوا ثمن نص كورس واحد بس، وهيجي لكم كورسين وعليهم اثنين من كل حاجه، من الكريم ومن حقن الحرق. دي الصوره الثانيه اهي. بصي بصي يا روان، البنوته دي كانت قد ايه وبقت قد ايه؟ اهي البنوته دي كان عندها 30 سنه. باين الفرق. باين جدا الفرق. جميل. ان شاء الله هتخسي وتبقي كده زيهم رشيقه ان شاء الله. رشيقه كده وصاحبتها تبقى. وشكرا رشيقة. يا روان على اتصالك، وان شاء الله تجيبي الكورس ويعمل معاكي نتيجه كويسه. لا انا عاجبني انها متصله يعني تطلب لصاحبتها. عجبني قوي الموضوع انها جايه تطلب لصاحبتها. دي حاله تانية معانا، الحاله دي بنوته صغنونه على فكره، دي 20 سنه البنوته دي، وكانت تخينه من كله. تمام.
هنا هي خدت الامبولات الحرق والكريم، بصي وسطها بقى عامل ازاي ودراعاتها بقت عامله ازاي. انا معايا مفاجاه يا استاذه شهيره، اتفضلي. معايا مامه الشيف عزه، عايزه تسلم على عزه وتسلم عليكي وتسلم على اسره البرنامج. اهلا وسهلا يا طنط. يا طنط يا ماما. أيوة. أيوة. ازيك عامله ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. انا بحبك جدا يا طنط وبحب بنتك وجزاك الله خير، احسنتي تربيتها. الله يرضيك، يا الله يرضيك على وقفتك وعلى اصلك الطيب يا حبيبتي. تسلمي لي، حبيتك قوي 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 والله. شوف ايمان حبيبتي، من اول يوم شفتك بس دلوقتي حبيتك اكتر واكتر واكتر. وانا بحبك وبحب عزه وبحبكم كلكم والله العظيم. ربنا يحافظ على حضرتك يا بنتي. الله يخليكي، تسلمي لي. عندك اي استفسار ان شاء الله تشوفي عزه المره الجايه هي واقفه مكاني وهي شيف البرنامج وتستضيفني انا ضيفه. يا نهار ابيض، ان شاء الله والله باذن الله. والله العظيم الله يرضيك قوي. الله يخليكي، تسلمي لي. الله يرضيك. بحبك يا ماما. على فكرتك انا والله بس الصبح عزه خلعت قلبي مني في الطريق والله. لا الحمد لله، الطريق الحمد لله ربنا يسلمها. الله يسلمك. مش عايزه تسالي لحد على كرسي التخسيس يا طنط؟ معانا كرسي تخسيس جميل، مش عايزه تاخديه لاي حد تحاديه بيه كده هديه. ايوه يا ريت. حبيبتي يا طنط، مع عزه ان شاء الله نبعت لك معاه كرسي تخسيس يا طنط. الله يرضيك. نورتينا وشرفتينا وبحبك قد الدنيا. حبيبتي ما تقلقيش عليا، انا تمام اهو بخير الحمد لله، عدينا من الحادثه زي الفل. الحمد لله على سلامتك يا عزه والله. نورتينا يا طنط، شكرا يا طنط، في رعايه الله، مع الف سلامه. مع استاذه شهيره. الله يسلمك. احنا مع استاذه شهيره. قولي لنا بقى على العروض اللي انت جايبها لنا بمناسبه الجلابيه الفلاحي. أيوة. ومناسبه متابعيني ومناسبه شيف عزه اللي معانا. ادينا بقى هدايا وعروض وخصومات. بصي روقي عليا، انا مروقه النهارده. والنهارده انا جايه بكورس، انا كنت النهارده هطلع بالكورس وعليه كورس هديه وعلبتين كريم وعلبتين وعبوتين الحرق. كويس. حلو. لا انا النهارده زودت، النهارده خصم 50% على الكورس الاساسي. حلو. حلو. وعليهم كمان نفس كورس، نفس الكورس برده هيجي لي مجانا ومعاهم علبتين كريم وامبولتين حرق. نقدر نقسم الكورسات بين اي اتنين حابين، يعني لو انا وماما عايزين نخس، انا وصاحبتي، انا و اختي، انا وبنتي، انا وجوزي، نقدر نقسم الكورس. بس اهم حاجه ان انت تقولي لي بالظبط ايه الحاله الصحيه للحاله الثانيه اللي هتطلب معانا الكورس. لو انت بس اللي هتاخديها هتقولي لي اسمك ووزنك وطولك وحالتك الصحيه ايه. طيب انا ليه بنبه على الحاله الصحيه؟ لان الحاله الصحيه مهمه جدا بالنسبه لي. لو انا مريض قلب او ضغط او سكر او عندي ايا كان ايه هو المرض اللي بعاني منه لازم ابلغ بيه. ليه؟ علشان يطلع الكورس الخاص بيه. انا ما عنديش كورس واحد بيطلع لكل الناس، كل حاله ليها الكورس الخاص بيها، كل حاله هيطلع لها الكبسولات المناسبه ليها وطريقه الاستخدام المناسبه ليها. بس كل الناس هيجي لها النهارده نفس العرض مهما كانت الحاله الصحيه، هيجي لها برده نفس العرض. عرض النهارده كورس عليه 50% خصم، هيجي معاه كورس تاني هديه وكمان فوقيهم علبتين كريم وامبولتين حرق يساعدوا عندي على رفع معدل الحرق في الجسم، فبالتالي اقدر اخس بسرعه. طيب العرض الدبل او عرض الاثنين في اثنين ده هيخسسني قد ايه؟ هيخسسني 30 كيلو في شهرين بالظبط. ما شاء الله. يعني الكورس الواحد هينزل 15 كيلو في شهر. تعالي كلميهم بقى وقولي لهم. أيوة. على الحاجات الحلوه دي. ده انا جنب الاكل ده. انا شم ريحه، انا عايزه جنب الاكل بتاعنا. وكلمينا على الصفحه بتاعتكم دي، الصفحه واسم بتاعتنا. الاكل بتاع واسم الاكل ايه؟ واسم الاكل اسم الاكل فراخ محشيه بالرز وفوقيها الرز، ومعانا شوربه لسان العصفور، والملوخيه اكيد بالتقليه اكيد اكيد، ويعني والحاجه الهيلثي الوحيده هي السلطه. وانا بعمل الملوخيه عملت كده كمان حاجه عشان كده بتطلع مسكره وحلوه. طبعا انا واستاذه شهيره وشيف عزه هننقض على الاكل ده كله وناكله. أيوه. وهي جايبه لنا معاها بقى كبسولات هناخدها عشان ناكل في نفسنا كله. أيوه. وما نتخنش ما نتخنش. وبالفلاحي، وهي لابسه الفلاحي عشان تعرفوا ان احنا مسيطرين. اطلبوا الكورس بسرعه عشان تاخدوا الخصومات اللي نزلت النهارده على الحلقه. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده واكل فلاحي جديد. وقعدوا بالعافيه. اقعدوا بالعافيه.